لكن يا فندم اسمك ايه؟ صلاح الدين احمد محمد. صلاح، عايز اعرف منك ازاي استعديتوا للامتحان، وهل السنه دي ممكن ايه اكتر حاجه ممكن شايفها صعبه خلال السنه الرابعه يعني، ودي اول مره بقى امتحان واول مره النظام الجديد؟ والله يعني حاجه جديده علينا، فطبعا يعني صعب علينا شويه، بس احنا يعني بنجتهد بقى بالبنك المعلومات وبالمعلومات اللي هي بتوفرها لنا الوزاره على المنصه بتاعتها، ومع الدروس والحاجات دي بقى بنجتهد معاها يعني. فبس هي جديده على المدرسين وعلى اولياء الامور وعلى كل حاجه يعني. اعتبر احنا الثانويه الرابعه ابتدائي دي يعتبر زي الثانويه العامه بالنسبه لنا السنه دي، فتجربه جديده يعني. ربنا يسهل ان العيال يعني يوفقكم في التجربه دي ويجتازوها وتبقى يعني خير ليهم ان شاء الله باذن الله يعني. احنا مذاكرين والولاد منهج جديد عليهم، و يعني حاجة ما كانوش متوقعينها، خارجين من 3 سنين كورونا ومفيش امتحانات قبل كده، فدي أول خبطة ليهم الامتحان دوت، فهم قلقانين وإحنا قلقانين يعني. عندي امتحان دين وعربي، وكنت بذاكرهم من الكتاب، كنت بذاكر من الكتاب الدروس وأحفظ المعاني. طب وأنت بقى النهاردة بقى إيه مستعدية؟ خايفة ولا مبسوطة ولا قلقانة ولا إيه؟ خايفة. ليه بقى خايفة؟ ليه بقى احكي لي كل حاجة. مش عارفة. أنا ذاكرت كتيرة وقعدت أصور ملازم وعملت فيها حاجات واستعديت يعني. قعدت أذاكر كتير واتدرب على الامتحان كتير قوي، مادة امتحان كتير قوي. طب إيه بقى، خايفة ولا مطمنة ولا كتير؟ خايفة شوية. بذاكر زي كل الناس يعني، عادي بذاكر وبدعي ربنا يعني. والله هما البنات زي السكر، وطبيعي ان هم يكونوا خايفين. عارفين فكره اللي هو قبل وبعد، احنا جبنا لكم اراء الناس سواء طلبه او اهالي قبل الامتحانات، فخلونا نعرف بعد القصه اختلفت ولا لا، نعرف ده من خلال زميلنا علي عامر موجود معايا دلوقتي على الهواء مباشره من امام مدرسه القوميه المشتركه منشيه البكري مصر الجديده. علي بصبح عليك ومنور الدنيا كلها، وطمني الناس ايه رد فعلها بعد انتهاء امتحان اللغه العربيه الصف الرابع الابتدائي اللي كان عامل قلق على مدار ايام منقضيه. برحب بك يا هشام، وبرحب بكل الساده المشاهدين. صباح الخير على كل المصريين. يوم جديد طبعا، يوم ممكن يكون عند بعض الناس كان محفوف ببعض الخوف وبعض القلق، عشان خاطر كانت بدايه جديده. احنا بنتكلم على البدايات، واحنا النهارده في انطلاقه جديده للبرنامج، كمان في انطلاقه جديده لطلبه الصف الرابع الابتدائي وامتحانات الفصل الدراسي الاول اللي بتبدا بالعربي وكمان الدين. يعني كان في الأول فعلا زي ما قابلنا عدد من الطلبة وعدد من الأهالي، كان الخوف هو المسيطر، كان خوف الأهالي كمان هو أعلى من خوف الطلبة، أو يعني وده يعني هو ده اللي حصل، إن هم نقلوا خوفهم للطلبة، وممكن رب ضارة النافعة. الخوف ده كان يعني المترجم بتاعه الاستعداد الجامد جدا، الاستعداد الكبير جدا اللي قامت بيه الأسر المصرية علشان تستقبل أولى الامتحانات، امتحان اللغة العربية اللي بدأ بالفعل الساعة 8:30 صباحا وانتهى من دقايق. ويعني طبعا كل الطلبة أخذوا فترة راحة كانت نص ساعة تقريبا، وبعد كده بدأ امتحان التربية الدينية. على الرغم من الخوف اللي احنا لمسناه في الاول والقلق، وطبعا كانت الصوره ضبابيه بعض الشيء، وكان في شبح الامتحان كان مسيطر وكانها فعلا امتحانات الثانويه العامه مش امتحانات رابعه ابتدائي، ولكن يعني دخلت المدرسه وسالت عدد من الطلبه عن رايهم في الامتحان بعد كده، اكدوا لي الاطفال يعني ببراءتهم المعهوده ان هم مبسوطين جدا بالامتحان، والامتحان كان سهل بالنسبه لهم، وكان بيحتوي على عدد من الاسئله اختار من متعدد، وكمان صح وغلط، وكانت الاجابات هم كانوا عارفينها لانه اتدربوا عليها بشكل كويس جدا قبل الامتحان من خلال بنك الاسئله. كان في تدريبات قاموا بيها طبعا من قبل اولياء الامور، وده اللي انعكس على ادائهم في الامتحان، وقدروا يجتازوا امتحان اللغه العربيه بشكل جيد جدا. وطبعا هم دلوقتي داخل اللجان وبيمتحنوا دلوقتي التربيه الدينيه. يعني لو قلنا ان اليوم بدا من الساعه 8:30، لكن قبلها كمان كان حضور الطلبه بقى جم المدرسه او المدارس المختلفه في جمهوريه مصر العربيه من الساعه 7:30، وطبعا ده علشان حرص من الوزاره على تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازيه بشكل جيد جدا. كان في التزام من قبل الاهالي والتزام من قبل الوزاره
كان في عدد من التعليمات ان الحضور بالزي المدرسي وكمان الالتزام بالكمامة او بواقي الوجه طبعا للحماية من فيروس كورونا والدخول اللجان من الصباح الباكر من قبل الامتحان بفترة كافية علشان خاطر يبقى في مسافة امنة بين الطلبة وكمان يتم جلوسهم في المقاعد المخصصة اليوم بشكل جيد وكمان ياخدوا مراجعة سريعة للمادة من قبل مدرس المادة وده طبعا علشان خاطر يعني يعيد أو يهيئ الطلبة للامتحان وكمان يخوضوا الامتحان بشكل آمن ويكون عندهم استعداد وقابلية على خوض الامتحان بشكل مطمئن. يعني احنا اتكلمنا شويه كمان مع الاهالي هما كان في انزعاج بعض الشيء وده ممكن يرجع لقله المعلومات او لخوفهم الشديد جدا او حرصهم على مصلحه ابنائهم ولكن اعتقد ان رايهم هيختلف بعد الامتحان ولكن احنا مش هنقدر نجيب رايهم دلوقتي لان هم والله طبعا يعني مفيش حد بيجمع يعني تعليمات حد بيجمع على حاجه ولكن اللي انا فهمته منك ان الانطباعات لغايه دلوقتي هي انطباعات طيبه عن الامتحان وعن سهولة الامتحان أو حتى قدرة الطالب على التعامل معاه مفيش حد بيجمع زي ما احنا قلنا ولكن دلوقتي في رسائل طمأنة يعني احنا بنقول في مؤشرات على أن الدنيا ماشية كويس فيما يتعلق بالصف الرابع الابتدائي يا رب كل القلق اللي عند الطلبة أو أولياء الأمور ينتهي على خير والطلبة تجتهد وتأدي وتنجح وتنتقل للصف الأعلى فيما بعد. أنا بشكر جزيلا زميلي علي عامر كان معنا على الهوى من أمام مدرسة القومية المشتركة منشية البكري في مصر الجديدة. بشكرك جدا يا علي وصباح الخير عليك وصباحك مصري.